بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
في مقعد صدق عند مليك مقتدر. خلق الإنسان علمه البيان. بسم والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان.
الأكمام. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج Wow.
الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان بسم الله لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد صدق.